بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع حلول تمارين حالة الحركة الدورانية الخاصة بشعبتي رياضيات وتقني رياضي. في هذا التمرين رقم 21، هو موجود في كتاب مدرسي في صفحة 74. قال لك: قاضيب أبي طوله 2 آل يساوي 1 متر، وكتلته آم تساوي 500 جرام، يعني كتلة القاضيب يدور حول محور دالتا أفقي يمر من مركزه أو. يعطى عزم عطلته بالنسبة للمحور يساوي أي ثلث آم آل مربع. يحمل القاضيب على طرفيه جسمين نعتبرهما نقطة نقطيين، كتلة كل منهما آم في الحد تساوي 200 جرام. يعني في طرف القاضيب يحمل جسمين نقطيين، كل واحد فيهم يزن 200 جرام. السؤال الأول قال لك: ندير الجملة بسرعة 100 أي 100 تور بار مينوت، يعني 100 دورة في الدقيقة. ما هي حينئذ الطاقة الحركية للجملة؟ القاضيب زائد الكتلتين. السؤال الثاني قال لك: تعرقل قوى الاحتكاك حركة الجملة بحيث يتوقف خلال 10 دقائق دي مينوت. إذا ما هي الاستطاعة المتوسطة لقوى الاحتكاك؟ وثالثا قال لك: يتوقف القاضيب بعدما يدور 400 دورة. أحسب عزم قوى الاحتكاك باعتباره ثابتا. إذن في السؤال الأول المطلوب منا حساب الطاقة الحركية للجملة. إذن أولا حساب الطاقة الحركية للجملة هي القاضيب زائد الكتلتين. القاضيب زائد الكتلتين هكذا. إذا القيمة أو الطاقة الحركية تعطى بالعبارة التالية: أي أس يساوي نصف عزم العطلة في السرعة زاوية مربع. إذا نبدأ بحساب السرعة الزاوية. السرعة الزاوية تساوي 2 في ان اي توتر عدد دورات، يعني يساوي 2 في شعلة طول الدورات 100 اي سنتور بار مينيت، يعني 100 دورة في الدقيقة. احنا نحولها للثانية، اذا ما علينا الا نكتب في 100 على 60، هكا حولناها الى ثانية، يعني 100 دورة. يعني هكاك شو قلنا، هكا سونتور بار سكوند، حولناها لتاني صح. اذا شحال عطات لنا؟ انتبه، كعادتنا هاي الحاسبة نفضل نحاسبو على المباشر، لاني رغم اني تمارين لي جازو على المباشر ونزيدو نتحقو من الاجابة الحاسبة وتطرح عليا سؤال: او استاذ راك غلط في الحساب هذاك، او راني نحسب قدامك معاك على المباشر بالحاسيبه. كاين اللي يقول لك: او استاذ راك مليح واصل، شغل انا راني نقرا عنده، شغل انا التلميذ هو الاستاذ، يقول لي: او استاذ راك مليح واصل، يقرا ليك. انا خلاص شايف هاي الحاسيبه راني نحسبه قدامك، انت تحسب قدامه والريزلت يخرج في الحاسيبه، ماشي انا صنعتها. ويقول لك: او استاذ راك غلط في الحساب. يا تالي تعلم تحسب، تعلم تعلمكش استاذ، ترك تلميذ، راك تعلم اتعلم صح، اعطي اقتراح، اعطي كذا. اما الحاجه صحيحه وتقول لك غلط، هنا يعني 2 بي وين راح؟ هاي فوق اكسبو، هاي شيفت بي، هاي صح. مضروبه في ماذا؟ مضروبه في 100 تقسيم 60، هاي تساوي ان شاء الله طلعت، عفوا ولا نقول لكم خليها من احسن 2 في 100 على 60 والبين خلوها،
لاحظ 2 في 100 تقسيم 60 هكذا. هل أعطتنا؟ أعطتنا 3.33 ندو 3.33 بي من أحسن. هاي 3.33 بي راديو على ثاني صح. انتبه معي يضرك هذا عزم العطالة كيفاش نحسبه. انتبه معي انتبه مليح لهنا عزم العطالة وش يساوي. عندنا تاع القاضي وعندنا تاع الكتلتين يعني ثلاثة تاع القاضي والكتلتين. اذا نديرو جي فتحة تاع القاضي زائد اثنان ام فتحة ال مربع. ام فتحة هي كتلة ماذا؟ كتلة هذا تاع الكتلتين هذا صح. اذا تساوي هذه عطاوها لنا ها هي وراها 1/3 ام ال مربع صح. 1/3 ام ال مربع زائد 2 ام فتحة ال مربع. نخرج ال مربع عامل مشترك. ال مربع نجبدها من عامل مشترك اي تساوي ال مربع في ثلث ام اللي هو كتلة القاضيب زائد 2 ام فتحة اللي هي كتلة الكتلتين هذا صح. حد الان راكم متبعين صح هاكا ايوه. اذا عزم العطالة يساوي ال مربع ال لاحظ اعطاونا 2 ال تساوي 1 متر. اذا ال يساوي نصف متر يعني 0.5. اذا 0.5 مربع هكذا مضروبة في ثلث مضروب في كتلة القاضيب. كتلة القاضيب عطوها لنا لاحظ ما نظلوش كتلة القاضيب 500 جرام والكتلة تاعها 200 جرام صح. انتبه معي كتلة القاضيب نعم عطوها لنا 500 جرام يعني تساوي 500 في 10 قوة ناقص 3 إذا تساوي 0.5 كيلو جرام. كتلة هذه الكتلتين عطوها لنا 200 جرام تساوي 200 في 10 قوة ناقص 3 تساوي 0.2 كيلو جرام صح. إذا في ثلث في ماذا؟ في كتلة القاضيب أي 0.5 بالكيلوغرام زائد 2 في كتلة الكتلتين اللي هي 0.2 هكذا تساوي. انتبه عندي 0.5 مربع مضروبة في هذه كم نفتح قوس 1/3 مضروب في 0.5 زائد 2 مضروبة في 0.2 أغلق القوس الكبير هذيك أشعل أعطتنا 0. ندور العدد إلى 10 قوة ناقص 1 يعني عددين وراء الصفر أعطتنا 0.14 كيلوغرام في متر مربع صح. الآن نجي نحسب الطاقة الحركية. هاي أحسبت عزم العطالة أحسبت السرعة الزاوية ما لي إلا نحسب الطاقة الحركية. أوسي تساوي ماذا؟ نصف في 0.14 في 3.33 بي مربع في
ثلاثة فاصل 33 في مربع. هكذا شحال تعطيك؟ إذا عندي النصف اللي هو 0.5 في 0.14 في 3، أو ديرها بين قوسين لأن هنا عندي قيمتين، معليش تقدر دير لأن بي 3.33 دير بي وراه دير شيفت، وهنا بي هذه مربع. شحال عطاتلنا؟ عطاتلنا 2. لا خطأ، لازم نديروها بين قوسين. شوف إذا 0.5 في 0.14 في دير بين قوسين، شوف 3.33 في علق القوس مربع تساوي هاي النتيجة، يعني 7.66 ها هي النتيجة. إذا ندور العدد إلى 10 قوى ناقص 2 يعني 7.66 جول هكذا. ثانيا واش قالوا لنا؟ قالك تعرق القوى الاحتكاك حركة الجملة، تعرقلها يعني هنا راح يكون عندي عمل مقاوم لقوى الاحتكاك بحيث يتوقف خلال 10 دقائق دي مينوت. إذن ما هي الاستطاعة المتوسطة لقوى الاحتكاك؟ صح، أنت مهما. ثانيا لو جينا درنا يعني حصيلة تقاوية، لاحظ هي الحصيلة التقاوية، يعني هنا وش راه يصير؟ تناقص في الحركة، ما راهو عندي تناقص في ماذا؟ في الحركة. إذا هنا الطاقة الحركية سي أ تنقص حتى لهنا سي دو حيث تنعدم السرعة أو الطاقة الحركية. هنا عندي بسبب ماذا؟ بسبب عمل قوى الاحتكاك، يعني دبليو اف هكذا. هذه الحصيلة التقاوية، يعني هنا واش نقول؟ الجملة القاضب زائد الكتلتين، القاضب زائد الكتلتين، صح. هنا واش تعني هذا الحصيلة التقاوية؟ يعني هنا لاحظ ان سرعة الجملة قاضب زائد الكتلتين تتناقص الى ان تنعدم. اذا كي تنعدم هنا راح يحدث ماذا؟ تغير في طاقتها الحركيه. اذا الجمله تفقد الطاقه بسبب ماذا؟ بسبب قوى الاحتكاك اف، يعني هنا عندي تحويل ميكانيكي اللي هو دبليو اف اي عامل مقاوم. اذا لو جينا كتبنا معادله انحفاض الطاقه، معادلة انحفاض الطاقة، لاحظ معي، يعني راح يكون العامل المقاوم عامل قوى الاحتكاك يساوي ماذا؟ يساوي تغير في الطاقة الحركية، يساوي تغير في الطاقة الحركية. إذن عامل قوى الاحتكاك يساوي E C2 ناقص E C1، ناقص ماذا؟ E C1. بما أن E C2 تساوي الصفر، يعني السرعة النهائية تكون معدومة، تكون معدومة. إذن راح يكون عندي أي عمل قوى الاحتكاك يساوي ماذا؟ يساوي ناقص E C1، يساوي ناقص أوسي. إذن
قيمة العالم عفوا العمل اللازم بالبو هي دبليو اف تساوي ماذا؟ تساوي ناقص او سي ان. او سي ان شحال صبناها؟ صبناها 7.66 جول. اذا ناقص نعم نصيبوه اقل من الصفر لانه عمل مقاوم، ناقص 7.66 جول هكذا. انه عمل مقاوم او نقولوا اون فرونسي ترافاي دي فورس دو فروتمون او عمل قوى الاحتكاك. عمل مقاوم نقولوا اي عمل مقاوم نقولوا لا ريزيستانس، ترافاي ريزيستان، ترافاي ريزيستان انه ماسكولين كون فيمينا نقولوا ريزيستانس ريزيستانت، ان ترافاي ريزيستون عمل مقاوم. انتبهنا يعني هنا حسبنا العمل المقاوم لانه بدون ما نحسب العمل المقاوم ما نقدرش نحسب الاستطاعه المتوسطه لقوى الاحتكاك، ما نقدرش نحسب الاستطاعه المتوسطه لقوى الاحتكاك. اذا علاقه الاستطاعه هي اي العمل على التغير في الزمن على دلتا تي ولا على تي نفس الشيء. هنا لاحظ هنا العمل عندي مقاوم، نقدر نحسب ونصيب الاستطاعه لانه ناقص على الموجب تعطينا النتيجه ناقصه. نعم نقدر نحسب نصيب الاستطاعه ناقصه، ها لكن هنا نعرف اذا كان العمل، لاحظ معي هذه يعني بيناتنا في المسود، اذا كان العمل اقل من الصفر عمل مقاوم ترافاي ريزيستون، اذا الاستطاعه راح تكون اقل من الصفر. لكننا احنا بصفه عامه بالنسبه للاستطاعه نهتم الا بالقيمه المطلقه، نهتم الا بالقيمه المطلقه. مثلا نقول لك ناقص 50 واط، انا نهتم ب 50 واط فقط بالقيمه المطلقه فقط تاعها. في الاستطاعه دائما يهضروا بالقيمه المطلقه ما يقولوش ناقص وكذا من واط. اذا هنايا لاحظ لو جيت هنا عندي العامل هو العامل القوه هذا اي عامل مقاوم، يعني لو درت هكذا عامل القوه او قوه الاحتكاك على دالتا تي راح تخرج لي النتيجة لاحظ فاصل ناقص 7.66 على 10 في 60، يعني النتيجة اوتوماتيك هنا راح تخرج لي بالسالب، وانا اهتم الا اي بالقيمة المطلقة لهذه. اذا من بدايتها دير القيمة المطلقة لهنا هكذا وريح. هاي على ذيك كاين اللي في واحد الفيديو في التمرين درنا القيمه المطلقه لعمل القوه الاحتكاك، قال لي علاه هذه القيمه المطلقه تقدر ما ديرهاش وتصيبها بالسالب؟ صحيح نتيجه صحيحه، لكن قلت لك احنا نتعاملوا بصفه عامه مع الاستطاعه بالقيمه المطلقه. في اي نروح في اي جهاز ولا لاست كاتبين ناقص كذا من وتراني هنا، يعني تصيبهم دائما يتعاملوا بالقيمه المطلقه. إذا هنا شحال تعطينا النتيجة؟ يعني ناقص نديرو 7 لأن القيمة المطلقة 7.66 تقسيم 10 في 60، يعني تقسيم 600، شحال عطاتني؟ عطاتني 0.0127. أنا 7 وراه 6، يعني لو كتبت الكتابة العلمية يعني راح تكون عندي 1، ومن بعد ندورها الى 10 قوى ناقص 2 بواحد فاصل، يعني هبطت بزوج 1.27 وراها 6، يعني 1.28 في 10 قوى ناقص شحال؟ اي لاحظ 1.28 في 10 قوى ناقص 2 واط. ان علاه
لأن هنا واش عندنا؟ هنا عندنا الجول على الثانية، جول على ثانية يساوي الوات، هذه هي الوحدة، هذه بالجول، وهذه أي كي نقول جول على الثانية، يعني لو قلنا هنا جول على الثانية ماناش غالطين، لأن الجول على الثانية هو الوات. نواصل. إذا فهمنا علاش درنا هذا القيمة المطلقة، صح. نواصل مع السؤال الثالث. قالك يتوقف القاضي بعد ما يدور 400 دورة، بعد ما يدور 400 دورة، يعني كي قال لك هنا 400 يعني تور بار سكوند، دائما قلت لكم كي يقول لك هكا ما قالكش تور بار مينوت، يعني دورة في على الثانية، يعني هنا يقصد بها 400 أي دورة على ثانية، كي ما يكتبش ما يديرش مينوت، صح. إذن طلبوا منا حساب عزم قوى الاحتكاك باعتباره ثابتا، يعني عزم المزدوجة لهنا، لازم تفرق بين عزم العطلة وبين عزم المزدوجة، صح. أنت ثالثا عندنا علاقة العمل تساوي عزم المزدوجة في الزاوية في ثيتا، صح. إذن قلنا 400 دورة، يعني وش قصده بها؟ عندما يدور القاضي 400 دورة فإنه يمسح زاوية ثيتا، فإنه يمسح زاوية ثيتا. إذن أنا شحال تساوي هذه الزاوية ثيتا؟ ثيتا تساوي 2 بي ان، 2 بي ان أي تساوي 2 بي في 400 في 400، ومنه تساوي 800 بي راديو، 800 بي راديو. إذن العزم يساوي، أي من هذا العلاقة نجبد العزم، يساوي العمل، عمل قوى الاحتكاك، عندي هنا عمل قوى الاحتكاك على ماذا؟ على ثيتا، عمل قوى الاحتكاك على ثيتا، ستو ناقص 7.66 على ماذا؟ على 800 بي، أي شحال تعطينا؟ انتبه، عندي ناقص هذا، مشي ناقص هذا، ناقص هذا، ناقص 7.66 تقسيم 800 بي، ندير شيفت جوجل اكسبلور مكتوب بي، أي تعطينا لحظة ناقص صفر، ناقص 3.047، يعني ناقص 3.05، ندور العدد إلى 10 قوى ناقص 2 في 10 قوى ناقص 3، أي 0.05 ناقص 3.05 في 10 قوى ناقص 3 نيوتن في المتر. وكما قلنا في الدرس أنه عزم المزدوجة يقدر يكون سالب ويقدر يكون موجب. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.